رئيس السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. رئيس مجلس الوزراء يوجه بتسريع معدلة تنفيذ مشروع تطوير منطقة الفسطاط. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من انتهاكات الاحتلال ضد الأسرى بعد تقارير عن تقليص إدارة السجون حصص غذاء الأسرى الفلسطينيين. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية. جاء ذلك بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى 11 لثورة 30 من يونيو. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث أكد رئيس مجلس النواب أن تلك الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن. كما شدد رئيس مجلس النواب على أن ثورة يونيو غيرت مجرى التاريخ المصري الحديث وخلقت مسارا جديدا للعمل الوطني بعد الإطاحة بحكم جماعة إرهابية أرادت اختطاف الدولة ومؤسساتها، موجها التحية للشعب العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة، وذلك في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد. كما وجه المستشار الدكتور جبالي تحية لجيش مصر العظيم ورجال الشرطة البواسل على ما قدموه من واجب وطني. كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 11 لثورة 30 من يونيو. وخلال برقية التهنئة أكد رئيس مجلس الشيوخ أن تلك الثورة مثلت حدثا فارقا في حياة الشعب المصري بل والمنطقة العربية والعالم بأسره، لما مثلته من نقطة فاصلة في مواجهة قوى الظلام والتطرف والإرهاب، فكشف حقيقتها ودحرت خطرها وأنهت وجودها. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ثورة 30 من يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، والتي تجسد انتفاضة كبيرة للملايين من أبناء الشعب المصري ضد قوى الشر الذين اختطفوا الوطن. جاء ذلك في برقية التهنئة التي بعثها للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى الثورة، والتي عاهد فيها رئيس الوزراء الرئيس السيسي بمواصلة الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل استمرار مسيرة التنمية الشاملة في أنحاء البلاد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على الرئيس السيسي بالتوفيق والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والرقي والازدهار، وعلى أبناء الشعب العظيم بالخير والسلام. كما بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يونيو. وخلال البرقية أكد الفريق أول محمد زكي أن ذلك اليوم المجيد من أيام الوطنية المصرية شهد ثورة شعب مصر العظيم التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن، والتأكيد على أن مصر لكل المصريين. وبهذه المناسبة أكد الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة ورجالها الذين هم أبناء الشعب المصري يؤكدون على أنهم في مقدمة الصفوف دفاعا عن الوطن وحماية مقدساته وسلامة أراضيه بكل التضحية والفداء من أجل أداء الواجب المقدس الذي كلفهم به شعب مصر العظيم، لتظل مصر دائما حصن أمان وأمان لكل المصريين. هذا وبعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة.
بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو. وخلال البرقية تقدم وزير الداخلية وهيئة الشرطة بأبلغ عبارات التهنئة للرئيس السيسي، مؤكدا أن الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية يأتي تجسيدا لنجاح إرادة شعب أبي احتمى بحكمة قائده وثار في وجه جماعات الشر بدافع الحفاظ على هوية وطن أهدى للإنسانية منذ فجر التاريخ قيم الحضارة، ليسطر بذلك صفحة عز وخلود ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود، وستبقى على مر الزمان تحكي القادم للأجيال القادمة ملحمة من العطاء والانتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الفسطاط. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء الأهمية التي توليها الدولة المصرية لمشروع تطوير منطقة الفسطاط، مشددا على أهمية العمل على تسريع معدلات تنفيذ المشروع من خلال دراسة طرح بعض مرافقه ومكوناته للتشغيل في أقرب فرصة ممكنة. ووجه رئيس الوزراء بالاعتماد على أفضل المشغلين للمشروع حسب المرافق المختلفة وبما يسهم في توفير أفضل خدمة ممكنة. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق. وخلال الاجتماع شدد مدبولي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، وكذلك مواصلة مشروعات التطوير المستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمة في الجزيرة مع التصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة ومنع عودة المظاهر العشوائية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته 12 والمقررة في نوفمبر المقبل. وخلال الاجتماع استعرض مدبولي الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بعقد المنتدى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وأكد مدبولي على أهمية الانتهاء من الترتيبات اللازمة وفقا للتوقيتات المقررة، وبما يضمن ظهور المنتدى بصورة المشرفة التي تعكس قدر مصر وقدرتها على تنظيم مثل تلك الفعاليات الدولية. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول زفرين ممادو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى. تناول اللقاء آخر المستجدات إقليميا ودوليا وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية، كما تم بحث سبل تطوير التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول زفرين مامادو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، كذلك مناقشة سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة التي تجمع القوات المسلحة المصرية ونظائرها بالدول الشقيقة والصديقة، مشيدا بتنامي آفاق التعاون بين البلدين على نحو يلبي المصالح المشتركة في المجالات العسكرية والتدريبية. من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع مصر وإفريقيا الوسطى، مشيدا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في القارة الإفريقية. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.
استعرضت وزارة الداخلية جهودها في مجالات مكافحة المخدرات والتوعية بمخاطرها، كذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والإتجار غير المشروع بها. لا شك أن مشكلة المخدرات مشكلة عالمية تلقي بظلالها السلبي على المجتمعات وعائقا أمام عمليات التنمية، لذا يأتي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 من يونيو من كل عام فرصة للتوعية بمخاطر المخدرات وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لمواجهتها. وتعد مصر من أكثر الدول التي تتميز أجهزتها الأمنية بالاحترافية في التصدي لمحاولات جلب المواد المخدرة وقطع مسارات التهريب وحماية دول الجوار من مخاطرها، في ظل تنامي ظاهرة تصنيع المواد المخدرة الاصطناعية خاصة مادة الكريستال والاعتماد على الأساليب الحديثة في التهريب والتوزيع والدفع إلكترونياً. من هنا تسعى وزارة الداخلية إلى تفعيل أطر التعاون الدولي للتصدي لمحاولات التهريب براً وبحراً وجواً، ما كان له صدى إيجابي في تحقيق العديد من النجاحات. حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الحالي في ضبط العديد من قضايا الجلب والتهريب استخدمت فيها وسائل مبتكرة لإخفاء المخدرات، وجاءت أبرز القضايا بمضبوطات بلغت 550 كيلوغرام كوكايين وتسعة أطنان ونصف الطن من مخدر الحشيش واثني عشر مليونا ونصف المليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون وثلاثة ملايين قرص لعقار الترامادول المخدر و46 كيلوغرام من مخدر البودر و2 كيلو ونصف كيلوغرام من مخدر الايس بقيمة مالية للمواد المخدرة المضبوطة قدرت بثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه. وطورت الأجهزة الأمنية من تقنياتها لمجابهة ظاهرة استخدام المنصات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات الترويج ونجحت في مواجهة هذه الظاهرة. وتمتد عمليات المكافحة إلى ملاحقة ثروات العناصر الإجرامية الناتجة عن الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة لتنجح في ضبط 88 قضية غسل أموال خلال عام بقيمة مالية قرابة 9.5 مليار جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة. وامتدت أوجه التعاون الدولي في مجال المكافحة إلى حرص مصر على استضافة فعاليات دولية في هذا الاتجاه، منها الزيارة السنوية لمسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى، وكذا المشاركة في المؤتمرات الدولية للتنسيق والتشاور لتكثيف جهود المكافحة. وإيماناً من وزارة الداخلية بأهمية توعية المجتمع بمخاطر المواد المخدرة، يتم عقد لقاءات بصفة دورية مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بالآثار والتداعيات السلبية للمواد المخدرة على المجتمع وتهديد تماسك الأسرة. كما تكثف الأجهزة الأمنية من حملاتها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحماية الشباب من مروج المواد المخدرة الذين يستغلون التجمعات الشبابية لترويج سمومهم القاتلة. هي جهود متوازنة تقوم بها وزارة الداخلية نحو حجب المواد المخدرة والتوعية بمخاطرها وصولاً إلى مجتمع آمن من مخاطر هذه السموم القاتلة. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب يسجل مأساةً كبرى، الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه.
أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على بيت لاهيا وجباليا بشمالي قطاع غزة، كما نسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية في مخيم النصيرات بوسط القطاع ومدينة رفح الفلسطينية بجنوبي القطاع، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأجزاء الشمالية الشرقية من خان يونس. وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 37,718 شهيدا و86,377 مصابا، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال الساعات 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 60 شهيدا و140 مصابا. بلا هوادة تتواصل حرب الإبادة، فمنذ 64 يوما بعد 200 لا زالت سماء قطاع غزة ملبدة بطائرات الاحتلال تقصف شمالا وجنوبا مرورا بالوسط، ولا زالت مدفعية الاحتلال الرابضة على حدود القطاع وفي بعض مدنه تواصل القصف العنيف والعشوائي على المنازل الآمنة، كما لا زالت المجاعة هي السمة الرئيسية في القطاع خاصة في شماله المأزوم. فمن الشمال انتشرت طواقم الدفاع المدني لانتشال ضحايا الغارات العنيفة على عدد من المناطق أبرزها بيت لاهيا وجبليا، وفي الوسط كان مخيم النصيرات هو أبرز المناطق المستهدفة، ففي بلدة المغرقة نسفت طائرات الاحتلال مبان سكنية لتسقط على رؤوس ساكنيها ويدفن تحت أنقاضها العديد، ومن نجا فهو مصاب لا يجد ما يطيب جرحه. وفي الجنوب كان المشهد مشابها، حيث نسفت مدفعية الاحتلال مبان سكنية غرب مدينة رفح الفلسطينية، ونشطت مدفعية الاحتلال في الأجزاء الشمالية الشرقية من خان يونس ووسط رفح الفلسطينية لتسجل السلطات الصحية مجازر جديدة. أما مشاهد المجاعة التي تجتاح القطاع بسبب عدم دخول المساعدات فحدث ولا حرج، فبحسب تقرير دولي فإن نحو 96% من سكان غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام حاد للأمن الغذائي، وأن المسار الأخير لتقديم مساعدات الإغاثة في غزة سلبي وغير مستقر إلى حد كبير، وضع يرزح خلاله أهالي قطاع غزة بين قصف لا يرحم صغيراً أو كبيراً، ومجاعة لم تترك طفلاً أو مسناً، وجهود سياسية دولية لإنهاء العدوان لا تسمن ولا تغني من جوع. كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن قيام إدارة سجون الاحتلال بتقليص كميات الطعام للأسرى الفلسطينيين بشكل كبير منذ 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت الصحيفة أن كمية الطعام التي تقدم للأسرى أقل بكثير من الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون الدولي، مضيفة أن وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير يدرج هذا الإجراء ضمن إجراءات الردع. بدورها قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن متوسط انخفاض أوزان الأسرى بلغ نحو 30 كيلوغراما، وأن نحو 9,000 معتقل في سجون الاحتلال من القدس والضفة والداخل يتعرضون لعمليات ضرب وتعذيب. أعربت لجنة التحقيق الأممية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن قلقها إزاء الانتهاكات المرتكبة ضد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد بيان صادر عن اللجنة بأن المعتقلين من رجال ونساء يتعرضون للتحرش والاعتداء والترهيب باستخدام الكلاب، إضافة إلى منعهم من التواصل مع أسرهم أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو التمتع بالضمانات القانونية التي يوفرها لهم القانون الدولي. واستشهد في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي ما لا يقل عن 18 معتقلا ممن تم الكشف عن هويتهم، بالإضافة إلى العشرات من أسرى غزة، بينما بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من 9,000
و385 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس منذ بدء العدوان على القطاع. تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري. يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود. المزيد يطلعنا عليه كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، هذه البوابة التي تدخل من خلالها المساعدات الإغاثية منذ بدء العدوان على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن هذه البوابة من الناحية المصرية ما زالت مفتوحة، أما من الناحية الفلسطينية ومن الأماكن المحتلة في قطاع غزة على سبيل المثال فهذه البوابة الفلسطينية أغلقت وتم حرق بوابة معبر رفح الفلسطينية، ولكن تدخل الشاحنات بشكل عام من البوابة الخلفية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم من أمام بوابة معبر رفح المصرية. أما قوات الاحتلال فحتى أنها تعرقل دخول هذه الشاحنات وتمنع دخولها في بعض الأحيان من الناحية الأخرى من ناحية معبر كرم أبو سالم. فعلى سبيل المثال اليوم دخلت فقط 5 شاحنات إلى الأشقاء الفلسطينيين، ومن المفترض أن العدد الكافي للفلسطينيين في قطاع غزة أن يكون 500 شاحنة يوميا، 5 شاحنات فقط هم من دخلوا، وأيضا بالإضافة لعدد من شاحنات الوقود. شاحنات الوقود دخل تقريبا 10 شاحنات إلى الناحية 10 شاحنات إلى الناحية الأخرى، ولكن لا تدخل كل الشاحنات، خرج منها بالفعل أو ما يدخل عبر بوابة كرم أبو سالم حتى هذه اللحظة و5 شاحنات فقط من الوقود، والباقي إما ينتظر لليوم التالي إما يعود أدراجه إلى البوابات المصرية. شاحنات الوقود بشكل عام من الغاز أو حتى السولار أو البنزين تدخل يعني تلبية احتياجات الطاقة والمستشفيات داخل قطاع غزة، لكن حتى المستشفيات خرجت عن الخدمة تماما بسبب نقص المستلزمات الطبية التي تدخل عبر الشاحنات الإغاثية، وأيضا يعني خرجت بسبب عدم وجود الطاقة والغاز والبترول بشكل عام. ما زالت هذه الإبادة الجماعية مستمرة في رفح الفلسطينية وقطاع غزة بشكل عام. نستمع هنا من أمام البوابة للقصف المستمر للطيران الحربي والمدفعية الخاصة بقوات الاحتلال على الأماكن في قطاع غزة، وهذه الأماكن كانت من قبل قد أعلنت أنها أماكن آمنة، ولكن القصف ما زال مستمرا ويسمع من هنا أرجاء هذا القصف، ولكن هذا لا يمنع استمرار تأهب الشاحنات والمجهودات المصرية المختلفة أمام بوابة رفح المصرية من أجل أن تدخل لنجدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى. عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي المحتلة اجتماعا موسعا بين الأمانة العامة ووفد دائرة مناهضة الفصل العنصري بمنظمة التحرير الفلسطينية. بحث الاجتماع استراتيجية عمل دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية ومخرجات الملتقى العربي لمناهضة الاستعمار الاستيطاني ووقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين، كما تم استعراض مجالات التعاون والتنسيق في إطار رؤية الجامعة العربية لوقف حرب الإبادة الجماعية وتنسيق العمل في إطار التكامل لخدمة القضية الفلسطينية والقضايا العربية. كان التركيز على خطة التحرك التي أقرها الملتقى العربي الذي أنهى أعماله قبل يومين في مقر اتحاد المحامين العرب، ووضع تصورا
لخطة التحرك من أجل يعني الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومناصرته في محنته في هذه العدوان وهذه الحرب الإبادة التي يتعرض لها. تدارسنا عدة نقاط متعلقة بالأبارتايد المسلط على الشعب الفلسطيني في كامل الأراضي الفلسطينية وبصفة خاصة في غزة. الغزة المعتدى عليها من طرف الكيان الصهيوني الآثم المجرم الذي تحدى كل القيم العربية والقيم الإنسانية. أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان، حيث تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا. تناول الاتصال مستجدات وخطورة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وشدد الطرفان على ضرورة العمل على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بمعدلات أكبر بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وذلك في ظل ما يواجهونه من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة جراء القيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات وأحجامه عن توفير الحماية والظروف الملائمة لتوزيع تلك المساعدات وضمان وصولها لمستحقيها. وأكد الوزيران ضرورة التوصل بشكل عاجل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار والتحذير من مخاطر اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة على خلفية التصعيد الإسرائيلي اللبناني وما يمكن أن يؤدي إليه من تبعات خطيرة للغاية قد تخرج عن نطاق السيطرة. عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات موسعة وثنائية مع ناظره اليمني شائع محسن الزنداني في إطار جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين. وخلال اللقاء أكد شكري تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأعرب الوزيران عن قلقهما من المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها على أمني الملاحة والتجارة الدولية. واستعرض الوزيران التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية على رأسها الصومال، السودان، سوريا وليبيا، فضلا عن الأزمة في قطاع غزة، حيث جدد شكري التأكيد على موقف مصر الرافض لسيطرة إسرائيل عسكريا على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ومحذرا من تداعيات التصعيد المستمر بما ينذر بتزايد مخاطر توسيع رقعة الصراع بالمنطقة. استهدفت قوات الحوثي سفينة في خليج عدن ومدينة إيلات الساحلية جنوب إسرائيل. من جانبه أوضح مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني أن هجوما على سفينة وقع قبالة ساحل عدن، مشيرا إلى أن قبطان سفينة تجارية أبلغ بسقوط صاروخ في المياه قرب السفينة دون أن يتسبب في إصابة أي من طاقمها، وأشار إلى أن السفينة في طريقها إلى الميناء التالي دون أن يوضح ما إذا كانت قد تعرضت لأضرار. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم أن طائرة مسيرة سقطت قبالة ساحل إيلات وأنه تم تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل ببلدة شبعة بجنوبي لبنان بزعم أنه موقع تابع لحزب الله، وفي المقابل نفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات ورشقات صاروخية ضد قوات الاحتلال ومواقع عسكرية إسرائيلية، حيث دوت صافرات الإنذار عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى. وتأتي الهجمات التي ينفذها حزب الله ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى والمنازل في الجنوب اللبناني. بدورها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 435 شخصا وإصابة 1801 آخرين منذ بدء التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها.
أعضاء الناتو يختارون رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا أمينا عاما جديدا للحلف. أهلا بكم مجددا. اختار أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا لمنصب الأمين العام المقبل خلفا ليانس ستولتنبرغ الذي من المقرر أن تنتهي ولايته في الأول من أكتوبر المقبل. جاء إعلان اختيار روتا كإجراء شكلي بعد أن أعلن منافسه الوحيد على المنصب الرئيس الروماني كلاوس يوهانس الأسبوع الماضي انسحابه من المنافسة لعدم حصوله على الدعم الكافي. Vastberaden, solidair. Dat is de enige weg. حطت طائرة مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في أستراليا بعد الإفراج عنه من سجن بريطاني بموجب اتفاق مع القضاء الأمريكي أقر في إطاره بالذنب عن نشر أسرار دفاع أمريكية، ما ينهي مسلسلا قضائيا وإعلاميا استمر حوالي 14 عاما. بعد أعوام من الملاحقة القضائية أسدل الستار على القضية الأبرز في العالم، وأصبح مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج حرا طليقا في مقابل إبرامه صفقة مع السلطات الأمريكية يقر فيها بالذنب مقابل إطلاق سراحه. أسانج واجه 17 تهمة تجسس عقوبتها 175 سنة لتسريبه أسرارا حكومية، لعل أبرزها ملفات عسكرية أمريكية مرتبطة بحرب العراق وأفغانستان. إن محاكمة جوليان أسانج أمر غير مسبوق، لم تستخدم الولايات المتحدة مطلقا قانون المئة عام للتجسس لملاحقة ناشر أو صحفي مثل أسانج. لقد كشف أسانج عن معلومات صادقة ومهمة تستحق النشر، بما في ذلك الكشف عن أن الولايات المتحدة قد ارتكبت جرائم حرب، وأنه عانى بشدة من كفاحه من أجل حرية التعبير ومن أجل حرية الصحافة وإمداد الرأي العام الأمريكي والمجتمع الدولي بمعلومات صادقة وجديرة بالاهتمام. مؤسس ويكيليكس المتورط في فضح أسرار عسكرية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي قضى أكثر من عقد من عمره إما محتجزا أو متحصنا داخل سفارة الإكوادور بلندن كلاجئ سياسي في مسعى لتجنب تسليمه إلى السويد، حيث واجه اتهامات أخلاقية ومن ثم إلى الولايات المتحدة حيث اتهمته السلطات الأمريكية بانتهاك قانون التجسس الأمريكي. في نهاية المطاف وبعد 7 سنوات من احتمائه في السفارة، تم توجيه اتهامات لخارجية الإكوادور بمنع المسار الصحيح للعدالة، وسحبت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية عرض اللجوء الخاصة بها، مما مهد الطريق لإخراج أسانج من السفارة واعتقاله في عام 2019، وتم تسليمه إلى سجن بيلمارش بجنوب لندن فيما دارت معركة قضائية مطولة لاتخاذ قرار بشأن تسليمه. وبعد 5 أعوام قضاها أسانج خلف أسوار السجن، أقيمت جلسة للاستماع إلى أقواله في محكمة بجزيرة سيبان بالمحيط الهادي التابعة للولايات المتحدة. أقر أسانج خلالها بالذنب في تهمة جنائية واحدة هي التآمر للحصول على وثائق سرية تتعلق بالدفاع الوطني الأمريكي والكشف عنها، لكنه قال إنه كان يعتقد أن التعديل الأول للدستور الذي يحمي حرية التعبير سيحمي أفعاله. وعليه أطلقت المحكمة سراحة بسبب الوقت الذي قضاه بالفعل في أحد السجون البريطانية. وينظر البعض لأسانج على أنه كان مدافعا عن حرية التعبير. لقد جئت إلى هنا اليوم، أنا وأيد أسانج، أنا وأيد رحلته من أجل الحرية، وأريد أن أقول إنه يقدم شيئا للناس.
لكن آخرين يرون أن الأسترالي البالغ من العمر 52 عاماً تعامل بتهور مع معلومات سرية، مما عرض عدداً من المصادر إلى الخطر. وأيما كانت الآراء، فقد أسدل الستار على هذه القضية بالفعل. أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع دولة جنوب السودان وإقامة المشروعات الاستثمارية بها. وخلال لقائه مع رياك ماشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان في جوبا، أشار سويلم إلى وجود فرص استثمارية عديدة في المجال الزراعي بجنوب السودان يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين الاستفادة منها. وبدوره أعرب ماشار عن شكره لمصر على المشروعات التي تقوم بها في بلاده، لا سيما إنشاء مركز التنبؤ الذي سيسهم في تحسين القدرة على التعامل مع مخاطر الفيضانات والجفاف بجنوب السودان. كما التقى وزير الموارد المائية بوزيرة الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان لبحث الاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات محلي الاهتمام المشترك. هذا وبدأت وزارة الموارد المائية والري وبمشاركة عدد من الشركات المصرية في مشروع تطهير الحشائش بمنطقة بحر الغزال في جنوب السودان. يأتي ذلك في إطار تنفيذ الدولة المصرية مجموعة من المشروعات في جنوب السودان تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتعميق التعاون بين البلدين. مشروع مقاومة الحشائش المائية في مجرى بحر الغزال، وهو أحد المشروعات التي تساعد بها مصر أشقائها في جنوب السودان. بحر الغزال هو الفرع الغربي الرئيسي لنهر النيل في جنوب السودان، ومن المعلوم أن أرض جنوب السودان الشقيق أرض معدومة الانحدار، وتغطي الحشائش المائية نسبة 85% من عرض مجرى النهر، وهي حشائش ذات كسور قوية وثابتة أحياناً في جوانب المجرى، وفي بعض الأحيان تكون حشائش عائمة في وسطه، وتتحرك تلك الحشائش على شكل جزر شبه عائمة، مما تؤدي إلى انسداد المجرى، وهو ما يتسبب في حدوث فيضانات وغرق القرى والمدن وتشريد الآلاف وانتشار الأمراض، بالإضافة إلى منع حركة الملاحة في معظم المناطق، كما تتسبب في عدم القدرة على صيد الأسماك بسبب ركود المياه في المجرى. وفي ظل العلاقات الأخوية الطيبة بين دولتي جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان، فقد تقدمت حكومة جنوب السودان بطلب للحكومة المصرية للمساعدة في إعمال تطهيرات المجرى المائي لبحر الغزال للتغلب على مشكلة غرق المناطق السكنية وارتفاع المياه وتأثير الأنشطة الاقتصادية المختلفة. أحد أهم المشروعات اللي احنا شغالين فيها في جنوب السودان هو مشروع عمل التطهيرات بمجرى بحر الغزال، وهو طبعا تحت إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها في أكتوبر 22. بنقوم المفروض هنا بنستهدف تطهير 30 كيلومتر من مدينة بنتيو عاصمة ولاية الوحدة في اتجاه بحيرة نو كمرحلة أولى لتطهير المجرى من الحشائش الضارة. وطبعا وجود الحشائش في المجرى المائي بيعوق المياه انها تسري في المجرى المائي، وبالتالي بيحصل فيضان وغرق بيضر بيه اهالينا في جنوب السودان اللي بيعيشوا في المنطقة دي. الحقيقة في المشروع شغال كويس جدا، وقمنا حتى الان بتطهير ما يقرب من 11 كيلو من مجرى بحر الغزال بعرض 50 متر. كده نقول أنجزنا حوالي 36%، ماشيين تبع الخطة الزمنية بشكل جيد، وإن شاء الله كل ده يتحسن كل ما بنقوم بتطهيرات أكتر في بحر الغزال. وباتت النتائج الإيجابية للمشروع ملحوظة من خلال انخفاض مناسيب المياه بالمجرى المائي وسهولة انساب المياه في المجاري المائية مما يحد من الفيضانات، إضافة إلى عودة الصيادين إلى ممارسة عملهم المعتاد وزيادة الدخل وانخفاض معدلة الفقر، مما أدى إلى الحد من ظاهرة الهجرة من منطقة حوض بحر الغزال إلى مناطق أخرى، إلى جانب تحسين الأحوال الصحية وانخفاض معدلات الأمراض والأوبئة.
أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاق حملتها الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار استهلاك أقل تأثير كبير. تهدف الحملة والتي تعد الأكبر من نوعها في مصر إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع، وتحفيز المواطنين والمؤسسات على تبني سلوكيات وممارسات مستدامة. وقالت بثينة مصطفى المتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة، قالت إن هذه الحملة تأتي في إطار حرص مؤسسة حياة كريمة على تحقيق التنمية المستدامة في مصر والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة تحديات تغير المناخ. وتستهدف الحملة جميع فئات المجتمع بما في ذلك الأسر والشركات والمؤسسات التعليمية والدينية من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتعليمية. عقد مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعه الأول بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة. هذا وتم انتخاب كل من المهندس خالد عبد العزيز رئيسا لمجلس الأمناء، والدكتورة عهود وافي نائبا لرئيس مجلس الأمناء، ونائب محمد الجرحي أمينا لصندوق التحالف. كما تم انتخاب كل من الدكتورة مارغريت صاروفيم والسيد محمود فؤاد عضوين للمكتب التنفيذي للتحالف. وقد أصدر مجلس الأمناء أول قراراته بتكليف السفيرة نبيلة مكرم رئيسا للأمانة الفنية لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف. كما تم خلال الاجتماع مناقشة لائحة النظام الأساسي تمهيدا لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني انعقاد لها. الآن وقفة مع آخر أخبار المالي والأعمال. يقدم أخبار الاقتصاد محمد عبد الله. تفضل محمد. شكرا لك إيمان وشكرا دينا. إلى أخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع رئيس مجموعة كارلايل العالمية ورئيس شركة إنرجين اليونانية استحواذ المجموعة على أصول شركة إنرجين بمصر وإيطاليا وكرواتيا في إطار توجه المجموعة للتوسع في أنشطة البترول والغاز والطاقة بشكل عام وخاصة في منطقة البحر المتوسط. خلال اللقاء رحب الملا برغبة المجموعة العالمية في العمل في مصر والمنطقة من خلال تأسيس شركة تابعة متخصصة في عمليات الاستكشاف والإنتاج في منطقة البحر المتوسط، مؤكدا أن دخول شركات بترول جديدة للعمل في قطاع البترول المصري يدل على جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والغاز بمصر. عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد اجتماعا مع ممثلي 50 شركة من أكبر الشركات البريطانية في مجالات متنوعة. جاء اللقاء ضمن الزيارة التي نظمتها غرفة التجارة المصرية البريطانية بالشراكة مع وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة والسفارة البريطانية بالقاهرة ومنظمة تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة، حيث أكدت الوزيرة أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى جذب القطاع الخاص من خلال استكشاف فرص الاستثمار المختلفة وتحويلها إلى منتجات استثمارية مختلفة. وأوضحت أن أهداف الصندوق تشمل العمل على خلق الثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة وجذب المستثمرين المحليين والأجانب والاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا من خلال زيادة المكون المحلي. إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.867 تريليون مليار جنيه.
على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 27500 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 51% ليغلق عند مستوى 6175 نقطة، وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 77% ليغلق عند مستوى 8958 نقطة. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات مع تزايد بيانات ثقة المستهلك الأمريكية الضعيفة، ما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 9% لتصل إلى 84 دولاراً و93 سنتاً للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5% لتصل إلى 80 دولاراً و79 سنتاً للبرميل. وأيضاً ارتفعت أسعار المازوت عالمياً بنسبة 69% لتصل إلى $2.54 سنتاً للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.19% لتغلق عند $2.66 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يشهد العالم حالياً ظاهرة تراجع إنتاج حقول النفط والبترول، ما يثير قلقاً متزايداً بشأن أمن الطاقة العالمي واستقرار أسعار الطاقة، حيث انخفض الإنتاج العالمي من النفط الخام بنسبة 1.7% في 2022-2023. يؤثر انخفاض العرض من هذا المورد أو من هذه الموارد في السوق العالمية على الأسعار، حيث يؤدي انخفاض العرض من النفط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ما يؤثر على تكاليف إنتاج الكهرباء، حيث تعتمد الكثير من المحطات على النفط والغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للوقود. أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز أن شركة تنمية طاقة عمان المملوكة للدولة بدأت تلقي طلبات لبيع صكوك لأجل 7 سنوات. الوثيقة المصرفية كشفت أنه تم تحديد السعر الاستراتيجي لبيع الصكوك بنحو 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. وأضافت الوثيقة أن شركة الطاقة تخطط لبيع صكوك ذات حجم قياسي مقاومة بالدولار لأجل 7 سنوات بموجب برنامج إصدار الصكوك للشركة، ومن المتوقع أن يتم تسعيره في وقت لاحق. أجرى البنك المركزي الصيني عمليات إعادة شراء عكسية بحوالي 35.21 مليون دولار لأجل 7 أيام وبسعر فائدة 1.8%. ذكر البنك المركزي الصيني أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي في نهاية النصف الأول من العام الجاري. وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات مع الاتفاق على بيعها إليه مرة أخرى في المستقبل. يواجه تجار التجزئة في الصين مستقبلا صعبا على المدى القريب، يأتي هذا بعد فشل مهرجان التسوق عبر الإنترنت في منتصف العام في زيادة إنفاق المستهلكين بالصين. مع فشل المهرجان الصيني للتسوق عبر الإنترنت في منتصف العام، يواجه تجار التجزئة في الصين مستقبلا صعبا على المدى القريب. النتائج المخيبة للأمال لمهرجان التسوق عبر الإنترنت ألقت بظلالها قاتمة على آفاق التعافي لثاني أكبر اقتصاد بالعالم. فللمرة الأولى تنخفض مبيعات التجارة الإلكترونية خلال ما يسمى بمهرجان 618 الذي انتهى الأسبوع الماضي، مما يعكس الضغوط المتزايدة على تجار التجزئة الذين يخوضون بالفعل
بالفعل حرب أسعار قاسية. المهرجان سمي على اسم تاريخ تأسيس موقع التجارة الإلكترونية في 18 يونيو، واحتضنته جميع المنصات، حيث يأتي ثاني أكبر حدث مبيعات سنوي في الصين بعد يوم العزاب في نوفمبر، وينظر إليه على أنه مؤشر رئيسي لاستهلاك الأسر. وفي هذا العام أثبت المهرجان مدى صعوبة دفع المستهلكين إلى الإنفاق على الإطلاق، ويرجع فشل المهرجان إلى تراجع معنويات المستهلكين بشكل أكبر في يونيو، فضلا عن توافر الخصومات على مدار العام منذ وباء كورونا، حيث يعرضها تجار التجزئة بشكل تنافسي لجذب المستهلكين، وبالتالي المساعدة في إعاقة نمو المبيعات خلال مهرجانات التسوق الكبيرة. بهذا التقرير نختتم أخبار اقتصاد، عود من جديد إلى دينا وإيمان. شكرا لك محمد عبد الله. مشاهدينا، وفي ختام النشرة هذه عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. رئيس مجلس الوزراء يواجه بتسريع معدلات تنفيذ مشروع تطوير منطقة الفسطاط. والأمم المتحدة تعرب عن قلقها من انتهاكات الاحتلال ضد الأسرى بعد تقارير عن تقليص إدارة السجون حصص غذاء الأسرى الفلسطينيين. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، تحية لكم وإلى اللقاء.